اجا الوقت نستقبل ضيفتنا بحلقه الليله، احدى اهم نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، مثيره للجدل. صرنا ثلاث سنين نسمع باخبارها، زواج ثم طلاق ثم خلاف ثم طلاق من اول وجديد. كثير عالم بتحبها او ما بتحبها، بس تشوفها على الشاشه بدها تحضرها وتعرف اخبارها. ضيفه عزيز اليوم، زقفه كثير كبيره لها، ذا وان اند اونلي جوال حاتم. سوري، أول مرة طلع معك على التي في من سنة ونص. مزبوط. وهي تاني مرة. إيه جو، أنا وياه خلص صرنا كتير أصحاب. إيه؟ يعني هو الوحيد اللي ببيت هو لكي، هو قال لي أنا ما بطلع مع ما ولا إعلامي إلا أنت. جو مصر. بس سوري جو، نسينا. بس خينك طلع مرتين. طلع مرتين غير محال. إيه؟ بس ما حضرت أنا. يعني آه قطعت انا. أوكي. انا ما حضرت. إيه؟ بس يمكن يزعل انه ما قلنا اسمه بالمقدمه كمان. بنسمع زقفه كثير كبيره لبيبي جو الراسي. جوال حاتم، اهلا وسهلا فيك. ميرسي جو الراسي، اهلا وسهلا فيك. سالو، كلاب يور هاندز. يلا كلاب يور هاندز مام، كلاب يور هاندز. عنده رهبة الكاميرا. انا هيك كنت اول ما طلعت على ليكي جاد، اول ما بلش معي كان كمان اول مره بيطلع على التلفزيون، اول حلقه نقعد انا البروديوسر بقول له كلاب يور هاندز، ما يعرف كلاب يور هاندز. ماما كلاب يور هاندز. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي جوال حاتم. اذا بدي، اذا جو بده يحضرنا من برا شو؟ وي ماما. خلي ينزل، خلي ينزل، خلي ينزل. بابا خليك عم تمشي بالهيدا بالاستديو. شان بس ستار جو، ستار ستار. هلا عرفنا ليه ضعفان شكلك، عم تركضي وراك كل الوقت. ليك شو مبسوط جو جو جو, جو ما حد ولا كاميرا مان عم ياخذك جو. يا ليك شو موضوع بدي غني مثل بيو، بدي بحب المزيك. ايه دغري راح دغري على الارض. جو ليك جربوها، بتعرفوا ولا جربوها؟ بيعمل بوف. كمان جاد اول ما شاف جربوها زاد الرياكسيون. كمان يا جاد. طيب جو شو رايك نستاذن، بركي عنده ارتباطات اخرى بيحضرنا من برا لنبلش. يلك عرف عرف عرف. يلا انا رح احمله. يلا تعا تعا معي ماما. تعا جو ماما. تعا ماما. يلا بتنطرنا برا. يا عليك ما اهضمك. لحظه سامعوني زقفه كثير كبيره لبيبي جو. بسم الله عليك شو حلو، شو هالعيون الحلوين. برافو. بعد زعفين. انا كمان انا كمان عندي صبي مهضوم مثلك اسمه ماركو، بتلعبوا سوا. يلا اكيد. ميرسي بوكو يا عم. شو هالجول مهضوم هيدا، كثير مهضوم. جوال حاتم اهلا وسهلا فيك. بلا هون وبس، سمعتيني شو قلت؟ نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، العالم كله مشغولة باخبارك. بس اخر خبر يعني ما عرف، ما فهمني يعني ما فهمني. يعني رجعنا نشوف صور مع جورج صديق جورج. صورة ايه. ورجعنا نشوف علاقة جيدة مع آل الراسي. خلصت اكيد. خبري ليك، صار في زعل من الميلتين. اوكي. صار في غلط من الميلتين. اوكي. وهلا هو من الاساس في محبة من الميلتين. اوكي. وهيدا اللي رجع جماعتنا صراحة. واليوم يعني بربنا الصفحة، طوينا هالصفحة. واليوم انه مثل كل الناس يعني اثنين ما اتفقوا يمكن اوكي فينا نكون انه رفقه مش جوال. هيك بس سؤال على هيك. ايه اكيد. في مجال ترجع انت وجورج؟ ليك بدي اقول لك شغله، بالحياه 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 ما يو نيفر سي نيفر. يعني ما فيك تقول نيفر سي نيفر. عم تقولي يو نيفر سي نيفر؟ يو نيفر سي نيفر. غلط الواحد يقول نيفر، بس اليوم او بكره او بعد بكره لا، ما في انه ما مش يعني اكور تيرم ما في شيء. اكور تيرم نو. بس انه بالمبدا يعني بالحياه يمكن مثلا ما بعرف اذا انا بكره مثلا اتجوز دقيق الطبل مثلا، ما بعرف. تتجوز مين؟ دقيق الطبل مثلا.
في شيء يعني بتعرفي اعجاب اوريدي ولا وقع؟ انه ايش وقع؟ يعني انت عم تقولي انه ما بعرف بكره شو مخبالي، يمكن ارجع يمكن اتجوز حدا ثاني، يمكن ارجع اتجوز حدا ثاني، يمكن هو يتجوز كمان. ايه شو الاقرب للحقيقه او شو الاقرب للبوسيبيليتيز؟ ترجعي انت وجورج ولا تتجوزي حدا ثاني ولا تضلك سنجل؟ هلا حاليا سنجل. هلا سنجل. مبسوطه وضعفانه؟ انه دغري ضعفت على المود من بعد الولاده. دغري ضعفتي؟ سبور وما سبور وهيك؟ ايه. في اتصالات يعني بينك وبين أكيد. جورج؟ اكيد في مزح وكل شيء. جوال نحن بتعرفي البروجرام يعني في بقلبه من كل شيء يعني أكيد. بتعرفي كيف، ومنه كل الوقت رح نحكي عن موضوع، خلص حكينا عن موضوع خلص إيه؟ الزواج والطلاق وهيدا كل العالم حكيوا عليه وخلص. اوكي خلصنا. هلا انت اليوم على السوشيال ميديا ما عم تعملي مشاكل، بس هيك عم تحطي فيديوهات وهيك إيه؟ بس حطيتي فيديو ايه في كثير بحط كثير قصص كثير كونتروفيرشل، عم ترقصي على غنيه اللي هي لا جورج. ايه ترقصي على غنيه يعني؟ لجورج تمر تتغندر لحظة شو؟ التلفزيون غير الفيسبوك، يعني انت هيدا عملتيها على الفيسبوك بتعمليها على التلفزيون؟ ايه حطوا لي الغنية بليز، حطوا لي الغنية. عمي يا عمي يا عمي على قد الامور صار. انا مني كثير بهزهز وهيك، بس انه لا بس انه انا بدي اخذ كرات رقص شرقي على فكره بحب. والله؟ ايه شو بتعلبس انت يعني كنت مره ببرنامج الرقص يعني؟ ايه بس انا مش كثير انه مني سي با مون تخيك يعني مش كثير انا والرقص. في عندك نوع من الخجل تستحبي بحد؟ مش بس لا بس ما عندي الليون هيك، اختي مثلا كثير بترقص حلو بس ما عندي الليون. فيك تجيبي لنا اياها حلقه جي؟ ايه بتكره معينا. عرفتك ليه اختك ما بتحب الاضواء مثلا؟ هي بتكرههم. بتكره الاضواء. اختي سمثينج ايلس. ايه يعني رقصتي لجورج الراسي؟ معقول تغني غنيه لجورج الراسي؟ انه ايه بس انه حرام بدي اعمله ديفورماسيون بليز، هلا بيطلعوني فنان وبيصيروا يبهدلوني وهيك. لا ليش بدنا انه هيدا الميك هيدا ويجي صوتك ويجي كذا ما هيدا البروجرام هيك هيدا شو اسمه هيدا ميكرو فرجيني شو معقول شو بدك غني لك؟ لجورج الراسي. ايه بس اي غنيه؟ ما في انت نقي اللي بتزبط اكثر وحده على حرام بس صوتي تقدير معلش سمعينا. انت الحب اللي خلاني عيش بكون الدنيا تاني، شو أهم العالم ينساني وانت بس تفكر فيه، قرب تضمك بعيوني تسمع كلمات الحنوني، ولولا بحبك جن جنوني جنوني منه كتير علي. والله ليش قصة هيدي قصة شو ما فهمت ليش انت من اي متى بتنقذ اذا واحد انتقدك اذا بتغني ولا ما بتغني؟ لا بس انه بصيروا يعملوا لك هيدي عم بدها تعمل فنانه وهلا بعد ناقصنا تعمل فنانه، يو نو كيف البيبل يعني بصيروا انه انا عم بدي اعمل فنانه وبدي. طيب انت شو بدك تعملي؟ بدك تضلك بس نجمه سوشيال ميديا؟ ما بدك لا انا اساسا انا توب موديل اني نو ذات انه هيدي شغلتي يعني. اوكي بس توب موديل ما بتعطيك الاكسبوجر الكبيره مثل ممثله مثل فنانه مثل 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 انا بالنهايه انه اي اوكي بس السوشيال ميديا بتعطيك الاكسبوجر. هدفك النهائي الاخراني شو هو؟ هدف الاخراني انه اعمل بروجرام لي بالنهايه. ايه شو؟ عن شيء عن الموضه. Okay. concerning الموضة، أنا شغلت الموضة بفهم فيه الموضة. Okay. يعني ولا بفهم صراحة ولا بفهم بالفن ولا بدي أفهم بالفن. Okay. ودونك بفهم شيء بفهم فيه هي الموضة، شيء بحبه هي الموضة، شيء عم فكر فيه هي الموضة. وليلى اليوم بعد ولا تلفزيون فكر فيكي، مع إنه بس تطلع على التلفزيون بتجيب نسبة مشاهدة عالية. مش ولا تلفزيون فكروا فيه في وانت بتعرف اي بروجرام ما رح نحكي هلا عني، بس وقتها كان في حاله انه حبلت وهيك انت بتعرف عني مزبوط. عم بحكي اكيد
وثائبت هيك الحظ وبعدين انه جي ديفورسي انه اي ديفورس. هلا يور كومبليتلي ريدي اذا تيفيات عم تحضرنا يور ريدي انك تعملي شيء؟ انا على بالي ليش واي نوت. طيب شو رايك ناخذ بريك وبالبريك بنفكر فكره باك بروجرام مع دوم. بدي اطلع على البريك مع الاستاذ جاد. بعرف في استاذ جاد اكيد ولو جاد محضرنا شعر اليوم ما وقتها طلعت علي خبريت 6 سم اضطريت اقعد بالبيت يعني شمستني لانه استحيت ما عم تطلع بين الناس ما عم بطلع بين الناس هلا عم تكتب شعر عم تكتب شعر عم خبري خبريت 6 سم بالبريك لانه ما بتتخبر عليه ما عم نقول على الهواء احنا انه 6 سم مش معقول هذا الصبي فظيع يعني بشكل جرسنا في معك الصورة او شيء او خلص طيب ليك مع على البريك مع شعر جاد او ماي جاد بدي اطلع على البريك وبنرجع يلا لك اوكي هذا شعر اسمه قلت لها رنا اوكي قلت لها رنا اسمه ايه اسمه قلت لها رنا تعطيني ارباج مينار من معروف شو صرت تغني قلت لها رنا بعشقك كثير الله قلت لها رنا ما شايف مثل حلاكي قلت لها رنا بس شوفك بطير قلت لها رنا ما فيني أعيش بلاكي قالت لي جاد أنا اسمي رولا لهون وبس مع جوال حاتم اسمك ما بده ألقاب يعني جوال حاتم صرت معروفة باسمك جوال للي بينتقدوك عم صور فيديو وانت رب مين صور فيديوز على السوشيال ميديا للهيترز جوال شو بتقولي انا عم صورك رح ابعث لك شو بدي اقول ماشي خلص هلا هالسنه انا تعودت انه صرت منيحه ما بسب ما بسب لا لا بس لا لا للهيترز شو بتسميهم شو بتقولي انا لو ما انتم موجودين انا مش موجوده اوف الهيترز هن رسمالك يعني انه ايه ليش مش اللافرز اللافرز اكيد بس انه الهيترز كمان انه بتعرف لانه في العالم اللي ما بتعني لون ما بيتبعوك اللي بيكرهوك بيتبعوك هيك بس تيعرفوا انه شو عم بيصير شو عم بيعرفت انه حشريه مثل ما بيقولوا يعني مش كل اللي بيتبعوني بحبوني طبعا لا يمكن 10% بحبوني للهيترز للي بيكرهوك للي بيشهروك شو بتقولي كلمه واحده هيك جمله واحده نو خير هم كرهوني بس ضلكم تبعوني برافو عليك زقفة يلا اذا بدي اقول لك املأ الفراغ بالكلمة المناسبة شو بتقول جوال حاتم زعلانة على انه صراحة زعلانة على انه قصة حياتي طلعت هيك بابليكلي اذا رجع الوقت ما بتحط شيء على الفيسبوك مالك... عن هيدا الموضوع لان انا حط وقت اللي حطيته يمكن ما حدا بيصدق وانت بتعرف هشام حطيته على بلا ما افكر عرفت اخذت انه قصه كبيره جوال سالتك شو هواياتك على على تليفون او بتقولي لي اما السوشيال ميديا عادك بتعتبريها هوايه وهلا ندمان عليها كانه لا 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 انا ما بندم انه بعمل فيديوهات حنك وهيك وقصص وبكتب ستيتسات بضحك وهيك لا لا هو ما بندم عليهم بحبهم هو ليه بارت اوف مي بس بندم انه مثلا انه وقت حطيت انه انه بدي طالع انه ايه بندم لأن ما فكر يعني ساعات اللي حطيتها ما كنت عم فكر شو عم بعمل بحب انتقم من اليوم صراحه من ما حدا خلاص امبارح يعني امبارح يعني قبل من كثير ناس حدا واحد منهم كان جار جورج كنت وصلت لما حد بدك تنتقمي منه اكيد كيف كنت تنتقمي منه انه بدي انتقم انه هيك معصبه بدي انتقم بمحل معين شي مره فكرت تنتقمي من حالك وتنتحري ايه صارت بس ما عندي الجرأة انه انتحر ما عندك الجرأة بس انه اقتل ما بحياتي ما بقتل ما باذي النمله عبالي صرخ وقول جملة واحدة بحبك يا ابني بحب ابني بتحبي بحب ابني صرخيها I love you baby Joe. شو بك لحد معي؟ ماشي بحب بتحبيه بحبه مثل ابني مثل خيي مثل كل شيء هو كل شيء اليوم بحياتك؟ بتبكيك القصة؟ ما بتبكيني بس انه هيك انه انا شوي ببي من جوا وبعدني لهلا اوقات ما بستوعب بتطلع فيه بقول له هلا انت ابني يعني انت لإلي يعني هلا انا مسؤولة عنك هيك بيطلع فيه بيقول لي ماما شو بتحسي؟ ماشي بدوب
انه ماما شو ماما كلمه كبيره لالي ماما. بس انا بقول فيك تصرخي اكثر قد ايه بتحبي. هلا جيبي اذا جبت جو بتصرخي له اكثر. ما بعرف شو بعمل. ايجي بي بليز خلونا ان ماما I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Mama, mama, mama. صرخي له شو بتقولي له؟ I adore you. حرام هالجواب ما بنرجع ندار والله. كله زعلان بحياتي. خلص خليه ايه حبيبي طلعت طلعت يا حمرا. ماما I love you. جد I love you. جوال بقبل يقولوا عني كل شيء من عدا من عدا اني انا خنته لجوزي وهي دايما بقولها او انه انا قللت من احترام جوزي او انه انا انه عملت شيء مش مساوي يعني بحق جوزي. اوكي بتقبل يقولوا عنك مثلا منك ام صالحه؟ ايه معلم يقولوا معلم هو بيعرف في ناس عم بيقولوا هيك؟ في كثير كلهم بيقولوا قولوا قد ما بدكم اشبعوا وقولوا بكره بيكبر ابني هو بيلبطكم لبطه مضبوطه. بضحك من قلبي على المهبيل اللي بيحكوا هيك. وي ماما شو حياتي؟ نسوان نسوان الاشرفيه بما انك من الاشرفيه بس شو بيحكوا عنه؟ شفت الستيتس اللي كتبته لي؟ قولي لي عنه قولي لي عنه انه بيقولوا هيك هو اللي هلا بدها تزعل مني امي. قولي قولي بالفرنسي شو بيقولوا عنك؟ ياي بس انا بكتب شو بيشيلوا هيك كلمات بحبهم مربيتي بوجه لها تحيه على فكره لانه ساخنه. ايه عرفنا انه هيك انه بيقولوا لي لا بوفر انغريت جوال كم مامينو كم اللي في غير صافي الكري دي كونري هي طالعه متذكريني جاد اول ما بلش معي هيك كان بيوقع وقع الكرسي مامي مش كل الوقت بيزقفوا لك بالاشرفيه ما بيقولوا عنك فيلجير؟ ايه بيقولوا عني فيلجير. هلا بدنا نضربهم لتعطيت الاشرفيه اوكي مامي؟ بنكب بيض عليهم. شو عنده ناس يضربهم؟ ما تقلها لتيتا انغريت. شو عنده ناس يضربهم هالجو؟ طيب مع انت مع او ضد الصحافه اللي كل شيء بتكتبيه على الفيسبوك بيصير خبر عندهم؟ ما عندي مشكله ما زال انا عم بكتبه يعني انه ينقلوا ما زال انا عم بقبل انه اعلنوا يعني واذا كتبوش يعني مش عم بيعملوا شيء غلط يعني مش عم يخترعوا من عنده. مع او ضد انه بيبي جو بس يكبر يكون بعالم الشهره والاضواء؟ مع. عم بتحضري له هيك؟ مش عم بحضره بحضره للي بده اياه بس انا ماني ضد سوري عم بلحقه بس لانه تما يأذي حالي هلا العالم بس عم تسمع صوت مش عم تشوف. طيب نرجع كمان بنزقف له لبيبي جو كمان ونرجع بعد اكثر بيبي طلع له تزقيف بتاريخ لبنان من بعد جاد جو. يلا جو فينيغ جو فيان اون فا جوي سوار. طب اليوم قديش عرض الازياء بعده بياخذ من وقت؟ هي بياخذ كثير بتعرف انه هلا عندي اوفرات اكثر من قبل وعندي شغل اكثر من قبل لانه بتعرف في فتره كنت اخذ كورتيزون وعبيت 10 كيلو وقتها سو خف شغلي سو وقت اللي انا حبلت اخذت كل بكل حبل اخذ بس 9 كيلو يعني سو بعد جمعتين كنت لبست جينز تاي ترانسيس وظاهره اوكي كانوا علي شغل انا مثلك بس 86 عادي نفس الشيء تفرق شوي يعني لانجيري وما لانجيري رجعتي تعملي رجعتي تعملي وبعدين انه انت يورو طيب بدي اقول لك شغله انا اليوم رح يصير عامله لو دو فيفري 37 اوكي بعد عندي قدامي انه انا بقول يعني اذا بضلني عم بعمل سبور ومحافظه على حالي تنقول 10 سنين بيك تايم ماكسيموم بعدين ببلش مش انه قصدي عفن يعني انه لا مع احترام بس انه خلص انه انا ببلش انه خلص يعني بس انه اذا بحافظ على حالي بعد عندي 10 سنين انه لانجري مش عم بقول لك انه سترينج وهيك يعني لانه لانجري انه مش مبين شيء بس انه كيف اقول لانجري ما يبين شيء؟ ايه لانجري شرعيه لحظه بيبي دول البيبي دول ببين شيء فتح لي صور لا لا بيبي دول ما ببين شيء مايا دياب طلعت على البيبي دول بالعسترا اكاديمي ما بتشرف شو يعني؟ ايه جسمها حلو برافو ايه وبعدين ليه ما بتعملي نجمه استعراض؟ لانه ما بقى عندي صوت ايه لانه هن عندهم صوت كثير انا اكثر مني اكثر مني انه صراحه ايه مغني بلاي باك بعدين انا هن عندهم هيك بيتهزهزوا اكثر شوي ايه انا هيك انه هيك انت بتتوتري ان فرونت اوف بيبل لا ما بتوتر بس انا سي باموس يعني كيف بدي انا بحب الفاشن اكثر من مهن يعني ما بحب ال فيك تعلميني الكات ووك اي اكيد بتعلميني؟ طيب
ما انا اصلا بس احنا رح اعملها معي انا الف انتو بس بقى ما في محطوا لنا ميوزيك وهيك انه بدك ميوزيك كيف هي الميوزيك كات ووك ما بعرف شيز قاعد بلو باند اعملي لي شيء ايه اعملي شيء سوفت هيك تانا لا 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 بس بدنا نبلش يلا ايه كيف اوكي هلا اذا بدك تمشي لي هيك ايه لا ما قولي لي انت قدامي انا بعمل وراك بدون ما انت مسكينه هيك رخي حالك على الاخر كيف؟ شوف مش هيك تهبلها يعني لا 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 مش شوف انه تخيل حالك عم تعرض الكوست عبالك تفرج الناس قد ايه مش انت حلو شو بدي فرج الناس؟ تسيبك حلو تسيبي حلوين اوكي شو خاصة هو اللي بتسيبك؟ لا انا عم جرب فرج الناس انه انا مبسوط بال بدك تعرض تسيبك سو بدك تعرض تسيبك مش حالك بدك تعرض التوب مثلا اشلح الجاكيت ايه ما بدك شيء اشلح الجاكيت ما الجاكيت في معلق فيها الميكرو لازم شلحيني نعمل شيء كانه كثير قوية عملنا هي خلص في يصير موديل ولا ليش لا لكن انا الموديل اذا مطلوب متر و80 لا لا بدي اخبرك شغله اسمعي بتقلبوني بالعرض سين متر و80 يعني انا بالعرض متر و80 معنا اي قوتي كاري جاي خلينا نحكي قولي تفضلي المودلز اساسا برا الاجانب كلهم من متر و80 بس في دي اكسبسيون يعني هلا انا مثلا طولي متر و72 يعني طول شو اسمها كيت ماس كيت ماس شو عائلتها؟ كيت لك ما لا 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 خلص لك لا لا لك خلص اوكي اوكي واكثر وحده مشهوره ايه كيت موس ايه شبهها لا 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 هي اكيد بدها تنشهر من ورا عائلتها من ورا ال لك كيم كارداشيان انشهرت من ورا الموس لا كيم كارداشيان مش ماشي من شهر هيك بعرف قد الستات ايه ما بتحبي هالستيل انه لا لكن انا بحس انه انت وقت قلت لي انه نصحت 10 كيلو برايك ماش احلى لو نصحاني 10 لا 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 مثل الستان كنت دخيلك الستان ابو كوكو هيدا اللي بيعبينا مزور انه ايه شو دخيلك طب العام كان حرام بدك الحقيقه وقت كنت هلقاه ايه صراحه كان جورج يبين قد الكردان قدامي طب انه ايه كنا نروح على الريستوران اكل محله صحنه وصحنه بيناتنا طب اكيد كرمال هيك طلعك شو بده زلمه يا جورج كان لحظه تعرف الحقيقه جورج كان يقول لي ضعفي ضعفي شو عملت وقت طلقنا ضعفت ماشي خدمي هلا ليكو شو بيقول لي قال لي ضعفت كثير قلت له ايه حشيك من هيك كنت تقول لي اني ناصحه ضعفت كثير حدا تخضعي لتحقيق جوال حاتم تفضل تعرفها؟ اجا وقت الجد جوال حاتم اخ بتصوري عرفت شو تتوتري؟ هلا بهيك ميوزيك وهيك تحقيق تتوتري؟ كثير؟ كثير عن جد؟ جوال حاتم عم بتذكرني بشي بشو؟ ببروجرام طلعتي فيه قبل؟ ولا شو؟ ولا لا مش ضروري تبكي لا 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 انا مشهوره بالبكي بس ما حد شايل بتضحك لا جرب اليوم بكي لانه كمان بحطك بالبرومو جوال حاتم عشو بتندمي اكثر نعم على زواجك من جورج ولا على طلاقك من جورج ما بقدر اقول لك لا عن جد هلا عم بحكي عشو بتندمي اكثر بالتحقيق ما في مزح انا الشويش الشويش خرمبة بيقول لك عشو بتندمي اكثر؟ على زواجك من جورج ولا على طلاقك من جورج؟ على اثنين عن جد هلا مش عم بمزح جاوبيني بصراحه مش على الهوا هلا انت كمان تفوت بهالتفاصيل عبينا بدنا نوقف هالمواضيع فيكي تقولي لي ما بندم على ولا وحده منهم عشو بتندمي اكثر؟
عزواجك من جورج ولا على طلاقك من جورج؟ ما بندم على زواجي من جورج لا. بس هيك بقول لك. ما بتندمي على زواجك؟ لا اكيد لا. بتندمي على طلاقك؟ خلص ما بدي افتح الموضوع. بتندمي على طلاقك؟ ما بدي افتح الموضوع. ما وصل الجواب. طب خلص يعني ما جاوبت. ما نيكست. وقت يكبر بيبي جو ايه بتقولي له بعتذر منك على انه عملت القصص بابليكلي على نشر حياتك الشخصية. نعم. برأيك بيبي جو معقول يعمل شي عقدة من وراء تصرفاتك؟ لا. انا وبيبي جو برأيي شو رح نكون؟ بس فريندز. رح نكون مش علاقة ماما فيس، رح تكون علاقة اصحاب. رح يستحب شو عملتي على الفيسبوك؟ لا بالعكس، رح نضحك انا وياه، نضحك على 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 هبل على اخواتي على هيك، حنضحك انا وياه. جوال؟ ايه. عامله ابر بوتوكس بخدودك؟ ايه. بتندم عليهم؟ بيقولوا في ناس بيقولوا وجهك كان احلى قبل. لا ما بندم عليهم، ليه؟ بدي وجهي يكون مليان وبدي جسمي يضل ضعيف. واليوم عمري 37 سنة تقريبا، انه نورمال اعمله. معقول تعملي عملية تجميل تانية؟ يعني تكبري شيء تاني؟ هيدي منها عملية تجميل، لأنه تخبرك أول شيء ما اسمه البوتوكس، اسمه الفيلينج. هولي بيروحوا بعد أنا وإدمي، يعني كل مرة بيروح يرجع عبيهم ويرجع يشيلهم، عارف كيف؟ سو هي مش عملية تجميل، هي معقول يمكن أعمل شيء بجسمي بس هلا ما ضروري نحكي عنه هون. شو هو؟ ما ضروري هلا. صدر؟ معقول. تطلعي معنا من بعد ما ترجعي تعملي العملية؟ لا لا، شو اذا عملتها بدي بروح وين ما كان. بدك تبيع على فيسبوك انك عملتي عمليه؟ انه رح يبين بلا ما اكتبها. هي مش رح اعمل سيت بلدوزر يعني، بس انه جوال حاتم مزبوط انه انت ولا مره غيرتي انتمائك السياسي وكل عمرك قوات لبنانيه، بس وقت تجوزتي جورج ادعيتي انه انت ما خصو جورج يا عذراء، رجعنا على نفس الموضوع، والله ما خصو. بوقتها ادعيتي ومن بعد ما طلعتي رجعتي قوات لبنانيه. انا اليوم ماني شيء، واليوم انا مرشحه جنرال عون على الرئاسه. اف مرشحه جنرال عون على الرئاسه؟ مش يعني القوة، لانه قبل مش قبل. ها وانت بتعرف انت اليوم مؤيد لجنرال عون؟ ها. شو رايك كان بلقاء عون وجاجا؟ كثير انبسطت وحطيتها على الفيسبوك، كثير 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 انبسطت صراحه، كثير كثير انبسطت مش شوي. هلا اليوم من بعد ما وافقت سمير جاجا على تبني دعم على تبني ترشيح لمدعون، تندم انك شلت الصليب المشطوب عن ايدك وحولتيه؟ لا ما خاص، انه هيدا ليك انا اليوم بندم انه كل شيء طرف هيك سياسي هيك تخي هيك افانسي، شو بيقولوا انه كل شيء هيك حقيقي كثير يعني بيولد يعني من ميلي طرف، ما لازم ياخذ اطراف، يعني انا اليوم لازم اكون لبنانيه قبل كل شيء. اذا رجع فيك الزمن لورا ترجعي بتشتمي طائفة الشيعية مثل ما عملتي؟ يا عمي ما تقم بليز، يا الله شو بكون كل ما بطلع لمحل بتقول هونيك الكاميرا زي ايه اوكي، بس والله ما شتمت الطائفة الشيعية. ما انتقدت، قلت لكم شو صار، قلت مع ست هانيا حسيني، قلت شو خسرت شو صار؟ انا اليوم مع الطائفة الشيعية اعز اصحاب، صار في سوء تفاهم بحياتي، بحب للطائفة الشيعية اكثر ما بحب الطائفة المسيحية، انا مسيحية بدك اكثر من هيك؟ والله ما عم بمزح، وحيد ابني. اليوم جوزك وبيك على علاقة جيدة؟ طبعا كثير على علاقة جيدة، بيبعثوا لبعض صور جو يعني لهالدرجة، بلا ما يبعثوا لي إلي. خلص التحقيق. مشكلة. ما بكيتي. بس نكرستني شوي. نكرستك؟ ايه. جوال؟ نعم. مش ضمن التحقيق بس سؤال. بعدك عم تاخذي أدوية؟ ايه. انت ادوية شو؟ مضادة للكآبة ولا مضادة ولا ادوية تعصيب ولا شو؟ لا انتي ديبريسور. ليه؟ إذا بتوقفيهم تحسي بالكآبة؟ في كثير ناس بياخذوا ادوية، أنا مش عن جديد باخذهم، إلي 20 سنة باخذهم. 20 سنة، يعني بدك تحسب من عمري 17، اليوم رح يصير عمري 37. زقفة لجوال حاتم. ميرسي. صار عندك بحس صار عندك مناعة على المقابلات الصعبة. ديك بتعرف صرت انه خلص انه فكر انه انا يا ناس بدهم يحبوني ناس بدهم مش راح ما يحبوني، بدي يتقبلوني مثل ما انا اللي بدي امثل وكذب على الناس. فيك تمثلي انت؟ انت خارجك تمثلي تكوني ممثلة؟ ما بحس يعني أنا... اذا طلبت مني كاركتر، اذا قلت لي كاستنج هلا مثلا لدور مثلا الكل بالبيت نايم واكتشفت انه في صرصور باوضه نومك. هي يا لا لازم اشوف الصرصور بقطع قلبي يعني
قولوا لي شو ما بدك، اللي داعش ما تقلي صرصور. وحيط الله ما بعرف، عندي عقده من الصراصير يعني. ايه شو اذا شفت الصرصور شو بقول تعملي؟ بجن بتبعربش بوعي بي بوعي الدنيا ما بعرف ببهدلي يعني. كل شيء ولا صرصير يعني، حتى اذا عم اعمل لك كاسك على الصرصور يعني بعد شوي بخلي بيبي جو يعني، كيف بدي اقول لك يعني بيبي جو يقتل الصرصور وانا بعربش جوز. هلا هد وحده الصبح وعيت الصبح على الفيسبوك، كيف تكون رياكشن تبعك؟ مثلي لي اياها اذا وعيت الصبح لقيتي وحده مشهوره سبتك على الفيسبوك، مشهوره على الانبوكس. على الانبوكس ايه يا فلان يا فلان يا فلان شو بدك تقولي؟ هلا قبل كنت برش، كنت عملتها كوبي بيست على الوول عندي وفلتت علي الجماهير. كيف كنت قبل؟ هلا نضحك شوي. قبل قلت لك كنت عملت كوبي بيست ليكو هيدي الشبشوله شو كتبت مثلا، تفضلوا جاوبوا انه لاصحابك. فلت عليها الفانز تبعولي. هيدي استراتيجيه كل الفنانات والفنانين بفلتوا الفانز ما بيردوا هن. ايه بلا كنت شبلتها قلت لها يا شبشوله ويا هيدا. وعندك فيك اكونت بتفوتي منهم وبتسبي؟ لا ما بعرف اعمل اكونت، بتعرف انه الاكونت تبعي مش انا اللي عملته، وحيد الله ما بعرف. جوال حاتم كنت ضيفه عزيزه مهضومه ولذيذه ولايت از يوجوال. بدي اشكرك على حضورك وبدي اخذ بريك.